حالة من الانبهار والظهور وصدمة كبيرة جدا داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم داخل الصالات لكأس العرب لنسخة عام 2024. وقبل ما نتعرف على التفاصيل في البداية دعمنا بلايك الفيديو ده بالذات، اسعى منك مليون لايك، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشارك الفيديو لكل أحبابك على مستوى العالم، وتابع معايا الأخبار الرياضية العالمية الجديدة والحصرية. وطبعا بعد الصدمه الكبيره للاتحاد الكروي الجزائري بعد نتائج قرعه تصفيات كاس افريقيا للفوتسال 2024 التي اوقعت المنتخب الجزائري امام المنتخب الليبي في التصفيات المؤهله لكاس الفوتسال 2024، النهارده الاتحاد الجزائري بيعاني من صدمه كبيره وازمه كرويه جديده بعد اعلان الاتحاد العربي لكره القدم للصالات موعد لقاءات كأس العرب للصالات لنسخة عام 2024 في نسختها الثامنة بعد انتهاء النسخة السابعة وحامل لقبها المنتخب المغربي أسود الأطلس. واحنا عارفين ان في 7 نسخ اخرى من البطولة قبل ذلك، فاز المنتخب المصري بنسختين عام 98 وعام 2005، بينما حصل المنتخب الليبي على نسختين 2007 و2008، والمنتخب المغربي استطاع من تحقيق 3 نسخ متوالية عام 21 و22 و23. في عام 21 حصل المنتخب المغربي على البطولة على حساب المنتخب المصري، المباراة التي انتهت بنتيجة 4 أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل لا شيء للمنتخب المصري. وعام 22 حقق البطولة على حساب المنتخب العراقي، المباراة التي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء لصالح المنتخب المغربي. وعام 23 المباراة القوية جدا الحماسية التي انتهت لصالح المنتخب المغربي التي انتهت بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف وحيد أمام المنتخب الكويتي، وحصل فيها المنتخب المغربي على النسخة الثالثة على التوالي. ولم يستطع المنتخب الجزائري حصد أي لقب في بطولة كأس العرب للصالات على الرغم من حصوله على المركز الرابع في بطولة 2023، وأيضا حصل أفضل حارس مرمى في البطولة اللاعب سمير طفاف الجزائري، كما استطاع اللاعب أنس العيان المغربي من الحصول على أفضل لاعب في البطولة، كما استطاع عبد اللطيف العباسي من حصوله على هداف البطولة اللاعب الكويتي برصيد 7 أهداف في البطولة. ومن هنا تأتي الأزمة، الاتحاد الكروي الجزائري أمام أمرين، إما أن يشارك في تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس الأفريقية أبريل 2024 المقرر إقامتها ما بين يومي 2 و10 و11 فبراير القادم، بينما سيلعب كأس العرب للصالات ما بين يومي 1 و11 فبراير. يبقى كده الاتحاد الكروي الجزائري أمام أحد الأمرين، إما أن يشارك في التصفيات وإما أن يشارك في بطولة كأس العرب للصالات 2024. وطبعا بطولة كبيرة وقوية جدا ما ينفعش الاستغناء عنها، بطولة بيشارك فيها المنتخبات العظمى لكرة القدم داخل الصالات للفوتسال، كل من المنتخب السعودي والكويتي والليبي واللبناني والعراقي ومنتخب طاجكستان بالإضافة إلى جزر القمر ومنتخب موريتانيا والجزائر، أيضا المنتخبات القوية جدا المنتخب المصري وأسود الأطلس المنتخب المغربي، بطولة ما ينفعش الاستغناء عنها وبطولة قوية جدا وتثبت مدى كفاءة المنتخبات العربية المشاركة في رياضة الفوتسال. لكن طبعا المنتخب المغربي بعد تأهله مباشرة إلى كأس الأفريقية 2024 جاهز بكل العدد والعتاد وجاهز بجماعة نصره للمشاركة في بطولة كأس العرب للصالات 2024 بمشيئة الله تعالى، على الرغم من مشاركته في البطولة الدولية التي تجمعه مع كل من المنتخب الإيطالي صاحب المركز الـ12 من التصنيف العالمي للفوتسال والمنتخب الصربي صاحب المركز الـ18 من التصنيف العالمي للفوتسال، لكن المنتخب المغربي قادر بمشيئة الله تعالى أسود الأطلس حتى لو هيلعب بعناصر الرديف، من وجهة نظر المنتخب المغربي أسود الأطلس قادر بمشيئة الله تعالى على الفوز بكأس العرب للصالات في نسختها الثامنة لعام 2024 لو هيشارك بكل عناصر الرديف، كل من حارس المرمى عبد اللطيف الحراش بالإضافة إلى كل من معاذ السنة ورائد الكيجر ورائد بوترابا وعبد الكبير بوقادير، بالإضافة إلى نجمي المنتخب كل من إيهاب الشرادي ومصطفى رابو، قادر
قادر بمشيئة الله تعالى إن هو يخوض مباريات كأس العرب للصالات 2024 والفوز باللقب الرابع على التوالي مع قطع التمنيات للمنتخب المغربي وأسود الأطلس بقيادة المدرب الرائع جدا هشام الدكيك، وقطع التمنيات للشعب المغربي الطيب الأصيل بالفوز بكأس الأمم الأفريقية 2024 والفوز بكأس العرب 2024 والتأهل إلى كأس العالم أوزبكستان 2024 بمشيئة الله تعالى مع مزيد من التقدم والإنجازات. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.